كاميرات قناة شوف تي في زات مي فاطمة اللي كتسكن في هذا البيت في السطح بحي شعبي بحي لبيطة ظهر الخميس بفاس، للوقوف على المعاناة اللي كتعيشها بعد ما سمح فيها ولدها وخلاها ومشى اللي هو دكتور مشهور في مدينة فاس. أمي فاطمة كتعيش ظروف مأساوية، لا ماكلة لا شراب، وهي الآن كتعيش وكتقاسي مع الزمان كبراته وسهرت الليالي عليه وضحات من أجله حتى وصلاته، ومن بعد جزاها جزاء كبير وتخلى عليها بدون ضمير. مي كانت بصحتها كانت كتخرج حتى التسعة وكتجيب ما تاكل، ورغم وخا ولدها دكتور كنا كنسمعوا دكتور. انا شتو مي كانت محل دابا عندي 25 سنة الى يومنا هذا ما وليش شتو يعني، ومي بقينا حاشاك بقات كتدخل هنا الحوايج ديال الزنقة ما كان شي حاجة يعني، هي مرضت ولات كتدخل نفايات، مرضت نفسانيا كانت كتقول ولدي 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 ما يعني ما كاينش عندها واحد المدة انا ساكنين هنا وهو ما تيبانش. دابا ولات كتحبو على يديها ورجليها، المرأة ما كانت زحافة اصلا كانت كتمشي وتخرج وتهذا، زحفت من الماكلة واحد المدة بعدا في 93 ولا ما عرف نقول من 93 شي 96 شي 3 سنين ما خرجت، ثلاث سنين ما خرجت. كنا كنقول لها الماكلة غير مشيت راجل من هنايا ما كتبغي تحل حتى شي واحد. هاد السيدة عندها ولدها في الخارج وعندها عروسها في الخارج وعندها خوها لاباس عليه في اي واد فاس وعندها عندهم زعما الامكانيات، علاش ما يديروا لها سمراء اللي تجلس معها رسمية معرين لها المحل كتخرج الزنقة كنردوا حنا كتعيط لهم راه بخبزة وكرتون الحليب واش كاين شي واحد كيعيط بالخبز والكرتون الحليب يعني. هاد الناس هادو ما خادين تبدل المرأة، هاد المرأة خصهم يقتلوها بأي وزن كان، لحقاش نهار لو سمح فيها راجلها وولدها بالتالي سمح فيها خوها وولاد خوتها وداك الشيء ومصيفطين لها وحدة كتزي خطرة خطرة ما كتزيش كتعطيها الماكلة كرتون الحليب كتقول لك هي الماكلة ما تعطيوها لهاش ما تاكلش الماكلة باش ما توسخش، وهاد السيدة هادي إلا ما عاد توسخت هي موسخة دابا في راسها حاليا موسخة وكالسها في الوسخ ديالها هاد الشيء راه ماشي حق، راه ما لقيتش حق، هاد راه ماشي حق وماشي مسلمين هادو، لكن كنا مسلمين كون نسوا الحالة ونساوها غير نساو تا والدينا أحسن. أمي فاطمة عمرها كانت تنوي يجي نهار وتولي هكذا، من بعد ما كان راجلها مسؤول كبير في مدينة فاس تقلبات حياتها رأس على عقب وما لقات حد في جنبها ولو من يمد ليها كاس. النبي عليه الصلاة والسلام وسع الجورة أمي فاطمة لقات جيرانها حداها. كيفاش يقدر يكون ولدها طبيب وهو هكذا جا حمو تبكي عليه بالدموع وتفكره كبت قاصحة وخا نكرها في مرة هي قاع ما تنكره